هي بالمكتب الفيدرالي اللي ندير نهاية الشهر لا ريونيون ستاتيوتار، كنت حاضر وتكلمت فيها وعطيت يعني واش لازم نمد. اما بالنسبه للمكتب الفيدرالي الاستثنائي اللي ندار هو تتمه للمكتب الفيدرالي تاع نهايه شهر ماي، وكان يعني البيرو فيدرال هذاك ما انتهتش الاشغال تاعو، لان في لور دو جور كان يعني لي كوميسيون باش يكونوا هم ويتكلموا على الامور، هذا الشيء ما يعنيناش حنا كرابطات. وبالتالي المكتب الفيدرالي اجتمع من اجل تتمه يعني الاشغال تاع المكتب الفيدرالي اللي ندار في نهايه شهر ماي. اما المكتب الفيدرالي اللي ندار يوم 29 ان شاء الله في هذا الشهر يوم الثلاثاء، يعني الرابطات الوطنيه تكون حاضره وتتكلم على البرامج، تتكلم على المشاكل، تتكلم على الانشغالات تاع كره القدم.